We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Welcome everyone. My name is Michael Ogia. I'm the Director of External Relations at the بالجميع وطاب وقتكم. اسمي مايكل أوهيا وأعمل في منظمة معنية بالتطور المستدام. أنا المدير التنفيذي وأنا سعيد أن أكون موجودة معكم في القمة الرقمية المتحدة. سوف نتحدث عن البيانات البيئية وعن التنمية المستدامة. نحن سعداء ونتطلع إلى هذا النقاش لأنه يلي عرض التقرير الخاص بلجنة السياسات البيئية. أصبحت التكنولوجيات الرقمية في يومنا هذا شيئا من الأمور اليومية التي نعالجها، وهناك عمل قائم ويتم ويجري الآن. ونرى أن العالم الرقمي له هناك انعكاساته على التكنولوجيات الرقمية والعكس صحيح أيضا. هناك شريحة وردت على الشاشة تريكم جدول أو قائمة من العناصر الهامة المتعلقة بالتنمية المستدامة، والعناصر التي قد تؤثر عليها تنمية التكنولوجيات الرقمية. وعلى سبيل المثال هناك مسائل الطاقة والتأثير المناخي، استخدام مختلف الموارد، وأيضا مسائل التأثير على المجتمعات المحلية، وهي الأصعدة التي تترابط فيها التكنولوجيات الرقمية بالمسائل البيئية. وقد تلعب هذه التكنولوجيات الرقمية أيضا مهمة في سعينا نحو حل المشاكل البيئية. هي تكون نفسها مستدامة وتساعدنا أيضا في حل الأزمات البيئية. إن جمع البيانات وتحليلها يساعدنا في التنبؤ للجو وتحديد أفضل المواسم لجمع المحاصيل. وبفضل هذه البيانات نستطيع حل المشاكل التي لها بعد محلي، وهنا يكون من غير الممكن حلها بطرق أخرى، وتساعد أيضا المزارعين المحليين في حل مشاكلهم. فلهذه البيانات الرقمية فوائد، ولكن نحن لا نجمعها فقط من أجل تحقيق هذا الهدف. هناك البنية التحتية نحتاج إليها والخوادم المناسبة. هذا أيضا يكلف أو يولد مجموعة ما من النفايات الإلكترونية، فلذلك يجب أن لا نجمع إلا تلك البيانات التي نحتاج إليها بالفعل. ولا ننسى أن البيانات وجمعها لها تأثير على مختلف المجالات وأصحاب المصلحة، ولدينا زيادة المناقشة في ما إذا السياسات الخاصة بجمع هذه البيانات هي مناسبة وتتلائم مع احتياجاتنا. نحن موجودون هنا في القاعة وهناك المتصلون عن بعد على منصة الزوم
نمر الآن إلى الجولة الأولى من الأسئلة. أعطي الصوت لفلورين ووسبي زميلتي المشاركة في الإشراف على النقاش، وهي سوف تقدم تلك المواضيع التي سوف نغطيها خلال هذه الجلسة، وسوف نلخص ما جاء في التقرير، ما ورد في التقرير قيد الإعداد. الآن أتصل مع منصة زوم حتى أرى ماذا يحصل على الشات. أريد أن أعلق على أعمالنا التي أعمل فيها في شؤون الوسط والبيئة، وخاصة رقمنا في المجال البيئة. في تقريرنا كما تعرفون تم الحديث عن هذا الموضوع، يمكن إذا رأيتم أردتم بالتفصيل معلومات عن هذا الموضوع تستطيعون أن تتصلوا معنا. أما بالنسبة لمحورنا الآن نتكلم عن البيانات البيئة، فلدينا فصل كامل مخصص للبيانات بيانات البيئة. أولى التوصيات كانت تتعلق بهذه البيانات، توصيات أخرى أننا يجب علينا أن نوفر وصول لهذه البيانات التي تتعلق بالبيئة، أن يكون ذلك عملية متكاملة من عملية البدء الحصول جمع هذه البيانات إلى الاستفادة منها لكي يكون الجميع يستطيعون الوصول إليها. أما النقطة الثالثة التي التوصية التي تتعلق إنه تمتين العلاقة والتعاون بشكل أن نقوم برقمنة هذه البيانات لكي تستطيع الوصول لأكبر عدد ممكن من المستخدمين. لدينا أيضا تقرير آخر عن عملية الشفافة في سلسلة التزويد والموردات، عملية أمان الأغذية، أمان مياه الشرب. كما قلت أرغبكم في التعرف على هذا التقرير وبالنص، نحن سوف نعلق عليه. أما في الحالة في اللحظة الحالية نحن نجتمع في مجموعة من الراغبين بمعرفة، أرغبكم أيضا بالأسئلة. شكرا على هذا الملخص السريع من قبلك فلورينا. الآن نبدأ نقاش مشترك. أود أن يساعدنا الفريق الفني لأنني أريد أن أظهر شيئا على الشاشة. نعم، هذه الشريحة تقول إذا كنتم معنا في الصالة أو أونلاين سوف أطلب منكم أن تجيبوا على عدة أسئلة سريعة لكي نضع إطارا سريعا لنقاشنا. كل واحد منكم سيكون عنده إمكانية، فعلى منصة زوم يستطيع أن يدخل إلى صالتنا التي نناقش فيها. لا أرى هذه الغرفة ولا أرى جميع المشاركين في منصة زوم، كلهم موجودون. عندي أمل أن لا تكون هناك أي مشاكل تقنية متعلقة. من أي بلد هم المشاركون؟ أي نريد أن نعرف من أي بلد عدد الذين يستمعون إلينا. أرجو أن تكتبوا من أين أنتم. لدينا الكثير من بولندا، من ألمانيا، من بلجيكا، ومن سنغافورة، من الأرجنتين. لدينا أيضا من سويسرا، من الأرجنتين، من كولومبيا، من كندا، من إستونيا. لدينا أيضا
عند بعضكم بالتأكيد من هنغاريا، أي أن الوقت متأخر ربما أو مبكر، من البرازيل. نعم. إذن نجد أن لدينا من كل زاوية من زوايا العالم. فليأتي في السؤال الثاني، من أي جهة تستخدمون؟ من منظمات غير حكومية، من شركات، من سلطات وإدارات محمية، قطاع خاص، جامعات. إذن كما ترون لدينا مقطع من أوساط عديدة هي معنا. أرحب بالجميع. أرحب بأن لدينا أوساط متنوعة من المجتمع المدني. إلى السؤال التالي، عندي أمل بأن التكنولوجيا لن تخونني. أي جزء أو فصل من هذا التقرير هو أهم شيء بالنسبة لكم الذي يرتبط باهتماماتكم اليومية؟ البيانات، بيانات البيئة هي أهم شيء بالنسبة لكم، أي أنكم موجودون في محور نقاش المناسب. هناك أيضا قضايا أخرى مثل أمان الغذاء والمياه الشرب، أيضا الشفافية في سلسلة التزويد والتوريد. السؤال التالي، ماذا يعني تعريف ومصطلح بيانات بيئية؟ هنا يمكننا أن نجيب، لأن ذلك سؤال مفتوح سيتم أي بيانات تخص البيئة. من منكم يقول أنها تخص الفضلات أو انبعاث الغازات أو البيانات هي تتعلق بالنظام البيئي الكلي؟ إذن أنكم بالتأكيد في محور النقاش المناسب. لا أدري ما معنى كلمة ياتسك في وسط هذا السلايد، هل أحد منكم سيفسر لي؟ أفهم أنه اسم بولندي. إذا نرحب بالسيد ياتسك. أنا سعيد أن هذا الموضوع بالنسبة لكم مهم. ننتقل إلى السؤال التالي. طالما أننا نعرف ما هي البيانات البيئية، كيف نستفيد منها؟ بأي طريقة تستفيدون من بيانات البيئية في عملكم البيئي؟ في مثلا تلوث الهواء، القضايا المتعلقة بالزراعة، بأي طريقة أنتم تستفيدون من هذه المعلومات؟
I also check weather and air pollution. Completely understand. أنا أيضا أستخدم هذه البيانات من أجل معرفة أشياء عن تلوث البيئة، عن تلوث الهواء، شيء عن المياه. أرى أن العديد منكم يستخدم هذه البيانات البيئية بأشكال مختلفة. أنا أيضا أحب البيروغي، ولا أعتقد أن البيروغي ليس لهم مثلا، وهي اقتراح جيد. كيف نرتدي الثياب لنخرج من البيت؟ وهذا سؤال تالي مهم في نقاشنا، كيف يكون الوصول إلى البيانات البيئية أن يساعدك أو يساعد الأوساط التي تعيش فيها؟ هل هو وصول ضيق أم واسع؟ هنا اقتراحات عديدة لاتخاذ قرارات جيدة من أجل التعليم، من أجل حماية البيئة، الطلب بالتغييرات. وأحدكم قرب فقير، فما معنى هذا الرمز؟ لفهم أكثر تأثير هذه البيانات على السكان المحليين، من أجل المشاركة في النقاش حول هذا الموضوع، من أجل المساءلة أو من أجل المسؤولية، من أجل إنقاذ الحياة. إذا أحد يريد النقاش طبعا أو يريد أن يتكلم فأدعوه إلى ذلك. سيكون لدينا جزء من هذا المحور للإجابة عن الأسئلة. أعتقد أن لدينا مشكلة، أعتقد أن تم اختراق موقعنا. نعتذر إذا أحد رأى شيء لا يجب عليه أن يراه، فنحن نعتذر منه. لدينا مشكلة على منصة زوم، أطلب من الفريق الفني المساعدة في ذلك. للأسف حتى في أماكن مثل هذا على منصة زوم تحصل مثل هذه الأشياء، وهذه مرة أخرى لنا ظاهرة سلبية. أعتذر من المشاركين مرة ثانية، أحيانا تحصل مثل هذه الأشياء دون رغبة، دون أدنى رغبة منا. سنحاول حل القضية، وعندما سنكون على أهبة. ولكن أيضا نرى أن الإجابات تتوالى إلينا، أي أن الناس والمشاهدين والمستمعين معنا والمشاركين، ونحن سعداء بذلك. Very
نعتذر للأشخاص الذين موجودين معنا. ربما إذا كان أحدكم لا يعرف تم الهجوم علينا على أونلاين، ولكن لم أكن أتوقع مثل هذه المفاجآت. هل أستطيع أن أطلب من المشاركين الموجودين معنا هنا أو الذين يتصلون معنا عن بعد لكي يحاولوا أن يتذكروا أنه في الثاني من شهر نوفمبر أن مجموعة من المجموعة الاستشارية مع التقى، وأن إذا لم يكن أحد يعرف ما معنى هذا البرنامج الذي قامت به منتدى حوكمة الإنترنت، فنحن أود أن أحدد إلى أهم القضايا التي كانت هناك. تحدثنا عن تأثير الفضولات الإلكترونية وعن استخدام الثروة في مراكز قواعد البيانات، وكيف يمكننا أن نتعاون بشكل دولي في عمليات بينية، وكيف تستطيع الرقمنة أن تساعد على التعاون. وتم تحديث ثلاثة مناطق، أولا بناء مهارات جديدة بين الشمال والجنوب لتضييق مساحة الفروق المسيئة للبيئة والمناخ، وأن هناك يجب أن تكون ردود أفعال سريعة على ما يحدث في البيئة، وأن يكون هناك أيضا رد فعل سريع في المكان الذي يتم فيه خرق هذا النظام البيئي الكلي. في الجلسة الثالثة تحدثنا عن السياسات الجديدة التي ممكن، وكيف أن هذه الأعمال يجب أن تكون عبر ميادين مختلفة، وأن يشارك فيها السكان المحليين لأن تكون هذا التطور المستدام يستفيد من تجارب الآخرين ومن تجارب السكان المحليين. وهناك إمكانيات كثيرة للتعاون، وخاصة ضمن منتدى الحوكمة للإنترنت، ويمكن أن تساعد هذه القمة على الإجابة عن بعض الأسئلة التي تساعد صناع القرار وأصحاب المصالح على التعاون في ذلك. في توصيات أخرى طلبناها في ذلك الوقت انتهت بتقدير تأثير هذه المبادرات، وكيف يمكننا أن نصنع مهارات رقمية جديدة. وقلنا أن قمة منتدى حوكمة الإنترنت كيف يمكن أن تساعد ذلك فيه. أعتقد أن ولنا أمر بأن لا يزعجنا أحد في ولدينا أحد المتحاورين الذي سيتحدث عن لماذا بيانات البيئية هي مهمة للحكومات والسلطات المحلية. معنا جوليان يونس ممثل النودو. أتمنى أنني لم أخطأ في لفظ أسماءكم. معنا أيضا ألي فان بونسوي وديف رييسكي.
من معهد حقوق البيئة. أرجو أن تفتحوا ميكروفوناتكم. للأسف لا نسمع شيئا، المتحدث لم يفتح ميكروفونه. للأسف لا نسمعك. الآن الصوت ظهر. هذا قانون ميرفي يتعطل كل ما يمكن أن يتعطل. الآن سوف أتحدث باللغة الإسبانية، أستفيد من الترجمة الفورية لو سمحتم. أولا أشكركم جزيلا على الدعوة للمشاركة في هذه الجلسة، وهذه جلسة تخص المواضيع البيئية والتنمية المستدامة. في حديثي أود التركيز على خبرة قطاع المجتمع المدني. أنا شخصيا ممثل عن منظمة بول نوتو. لقد بدأنا عملنا في عام 1994 وركزنا بالمفهوم العام على التنمية المستدامة وحل والحلول الداعمة لحماية البيئة الطبيعية، وطبعا ركزنا أيضا على كيفية الاستفادة من الأدوات الرقمية الداعمة للتنمية المستدامة. هذه كانت هذه المبادرة أطلقتها الأمم المتحدة، ومن شأنها الترويج للتكنولوجيات الجديدة وإفساح الطريق أمام حماية البيئة. أريد أن أتحدث عن خبرتي وتجاربي وأعلق على تلك الجوانب، جوانب أعمالنا التي هي الأهم من منظور المجتمع المحلي ومن وجهة نظر كل المعنيين بالبيئة الطبيعية. منذ عام 1993 تأسست في كولومبيا وزارة البيئة، وهذه الوزارة تم إنشاؤها بهدف دعم تنمية الاستراتيجيات الموالية للبيئة والصديقة للبيئة، وبفضلها استطعنا تحقيق العديد من الأهداف التي تم شق الطريق نحوها في السابق في كولومبيا. فخلقنا أنظمة تكنولوجية جديدة ساعدتنا في الوصول أو في تعميم الوصول أمام المجتمع بمعناه الأوسط. تقريبا في عام 2001 شاركنا في إنشاء نظام جديد كان يجمع البيانات الخاصة بالبيئة، وذلك على يد مختلف الدوائر والمؤسسات العامة. في ذلك الحين خططنا لإنشاء نظام يساعد في إدارة الشؤون البيئية لجميع الإدارات العامة والقطاع العام على مختلف أسئلتها ومستوياتها، وأصبح هذا النظام أداة أساسية للدعم كل مستويات ودرجات المؤسسات والإدارات العامة. وهذا النظام ينطوي على قائمة من المؤشرات الأساسية، وهذه المؤشرات الأساسية ساعدتنا على عملية الإدارة الأحسن بالأمور البيئية من على مستوى الإنترنت أو من منطلق الإنترنت. هذا النظام كان له الهدف في تسهيل الوصول إلى المعلومات الأساسية أمام جميع الدوائر العامة على مختلف
درجاتها وأسئلتها. أي المؤسسات المختلفة كان لديها الوصول إلى مصادر ومعلومات قيمة ومفيدة وساعدتها على تحقيق أهدافها محليا. هذا النظام ساعد الكثير من المؤسسات البيئية في الوصول إلى البيانات. كما قلت وبناء على هذه المؤشرات استطعنا إدراج وإدارة سياسات أكثر فعالية. ومن المهم أيضا تحديد تلك المؤشرات التي تكون مستدامة. و تم إنشاء بعض المؤشرات التي تكون سهلة الوصول إليها واستخدامها. وتم تحديد تلك البيانات التي يمكن استخدامها مستقبلا في ما يخص حماية البيئة. وهذا كله يتعلق بالتقرير الخاص بحماية البيئة في سياق وضع المعايير وعولمة البيانات. أي يجب أن تكون لدينا المؤشرات الأساسية التي يمكن استخدامها ميدانيا وتدوم مع مرور الوقت. فهكذا وصلنا إلى المعلومات الأساسية فيما يخص حماية البيئة. معهد حماية البيئة في بوغوتا أطلق هذا النظام، نظام حماية البيئة، وتم تأسيس مرصد لحماية البيئة. عميد عمدة المدينة أسس هذا المعهد لمقاومة التغيرات المناخية في عاصمة كولومبيا بوغوتا، وهذا التزاما منا في الكفاح ضد التغيرات المناخية. كنا نريد التوصل إلى المعرفة في بخصوص الموارد المتوافرة وكيفية استخدام التكنولوجيات الحديثة لحماية البيئة. وبناء على البرمجيات التي ذكرتها في البداية، كان بإمكاننا تطوير هذا المرصد وهذه المنصة. وثم في عام 2015 طورنا هذه البرمجيات على أساس الرمز المفتوح، وأنشأنا مرصدا بجوار مدينة بوغوتا. هذا النظام المتكامل من المراقبة والرصد والوصول إلى المعلومات بما فيه من هذه العناصر والمكونات تبين أنه شيء مهم للغاية، وأفسح لنا فهما أحسن وأوسع نطاقا لنظام حماية البيئة. فتحولت هذه المراصد إلى عنصر مهم في سياسة إدارة حماية البيئة. ثم وبالتعاون مع المجتمعات المحلية كان بإمكاننا الحصول على بيانات أخرى على مختلف مستوياتها ودرجاتها من كافة أنحاء البلاد. ثم وبناء على هذه البيانات استطعنا إشراك القطاع الخاص والقطاع الصناعي في هذا العمل، ومواصلة تطوير بعض الأدوات المتنوعة الرامية في قياس أكثر دقة لمدى المشاكل التي نواجهها، وإيجاد السياسات والاستراتيجيات المضادة لها. وفي الختام، من الجدير بالذكر الترويج لحماية البيئة بواسطة مختلف الحملات الدعائية والإعلانية عبر البلاد بأكمله. وحاليا وزارة حماية البيئة لها 154 مؤشرا يخص حماية البيئة وتحليل النظام البيئي
المؤشرات الأخرى التي تخص الحركية والتنقل وحماية البيئة. وهذه المؤشرات ثبتت فعاليتها وهي تساعدنا في تحقيق الأهداف المستدامة للأمم المتحدة. وهذه المراصد أصبحت مكانا ممتازا للتعاون مع المجتمعات والأوساط المحلية، كونها تعبر عن الأشخاص والمواطنين الذين يرغبون في الوصول والمشاركة في النقاشات المتعلقة بالبيئة المحلية. أيضا أشير وهو في غاية الأهمية أن هذا المرصد نال في عام 2015 جائزة حكومة كولومبيا على إدراج التكنولوجيات الجديدة. لماذا هذا مهم وأتحدث عن ذلك؟ أنا ضربت هذا المثل الذي يخص تقرير لتشيس ووتش بشان المجتمع المعلوماتي سيس وورلد في عام 2020 بخصوص جنوب العالم، وحاولنا خلال هذا التقرير التحليل مدى توسع الإنترنت واستخدام الطاقة الكهربائية وكيفية تأثير ذلك على حماية البيئة. أيضا قمنا بتحليل ظاهرة الانخفاض من مستوى استخدام الوقود، لأن الناس بدأوا وهذا معناه انبعاث جديد 20,000 طن من ثاني أكسيد كربون مقارنة ب 2019. في هذا الوقت كما ذكرت انخفض استخدام الوقود ب 60%، أو 65%، ومعناه أن هذه المعادلة تشير إلى أن الفوائد كانت تعلو الخسائر لأن زاد الوصول بالإنترنت. أيضا في نفس الفترة تبين أن منذ عام 2006 وحتى عام 2020 وبشكل ملحوظ تحسنت جودة الهواء والبيئة الطبيعية، فنحن واعون كثيرا بمدى أهمية معالجة الفضولات الإلكترونية. أتحدث عن ذلك كل معتبرا أن لم يكن ذلك ممكنا لولا وصولنا إلى تلك البيانات الذي يجمعها مرصدنا الذي سبق ذكره. شكرا جزيلا يوليان. على الآن نستطيع أن نتحول إلى ليلي. أرحب بكم جميعا. أنا سعيدة بأن أستمع بما قالها يوليان. لدي تقديم قصير، سوف أريكم أشياء مهمة بالنسبة لي ولمنظمتي في نحن نتعامل مع المبادرات على استخدام نظام البيانات في البيئية، وخاصة هؤلاء هم شباب الذين يشاركون. أمل أنني سأستطيع أن أريكم شرائح سلايدات ونتائج استنتاجات نابعة عن أعمالنا من المبادرات. أنا اسمي ليلي بوتسوية،
أنا أمثل هاكلاب فونديشن، وأنا ممثلة لمجموعة من الشباب المجتمعين في مجال IGF. والآن سوف أقول لكم ما هي بالنسبة لنا معنى بيانات البيئية ولماذا مهمة لنا وكيف سنستخدمها ولماذا مهم إدارة هذه البيانات. أنا واحدة مهتمة جدا بالتطور المستدام وتأثير التكنولوجيا على البيئة، لذلك أهتم أيضا بقضية كيف يمكن للتطور المستدام مرتبط بالتقنيات الرقمية، وكيف لذلك تأثير على البيئة، وكيف هذه الأدوات تساعدنا في حل القضايا المتعلقة بالبيئة. فإذا لدينا بيانات فقد نختار عند ذلك ما هي الأفعال المفيدة بالنسبة لنا. الآن البشرية مرتبطة مع بعضها، نحن كالأواني المستطرقة عن طريق التقنيات الرقمية، لذلك يجب علينا أن نستفيد من ذلك من أجل أن نودع الأزمة المناخية لكي تكون مستقبلنا هو استدامة البيئة، ويجب أن نركز على ذلك. فالعديد منا يفكر كيف يمكننا بشكل أعظمي أن نستفيد من قدرة التكنولوجيا. نعرف أيضا أن التكنولوجيا لها تأثيرات أحيانا سلبية، إذا هي هذه صورة مركبة تماما ومعقدة، فعلينا أخذ بالاعتبار تأثير التكنولوجيا على البيئة وما هو الجانب السلبي من هذا التأثير. فالتطور المستدام ما هو؟ التطور المستدام هو السعي إلى تأمين الأجيال في المستقبل حياة كريمة في العالم الذي يعيشون فيه. من أجل ذلك هناك عدة تقنيات تساعدنا في ذلك، وهناك أهداف لهذا التطور المستدام، وإنجازها وتحقيقها يساعد على الوصول إلى هذه الأهداف. ما هو تأثير التكنولوجيا على البيئة؟ أذكر أنه في إحدى المحاور النقاشية تم الحديث عن، قال أحدهم ما أثر فيها كثيرا، قال إن التطور المستدام له عدة جوانب، من بينها قضايا اقتصادية، وجانب الآخر هو اجتماعي، أي أنه نظام مركب من هذين الجانبين، وأن المبادرات عادة تركز على جانب واحد، ولكن علينا أن لا ننسى أن هذه الجوانب هي عدة، وفي مبادراتنا يجب أن تكون هناك تعاون بحيث أن لا ننسى الجانب الآخر من هذه المعادلة. فنحن نركز على القضايا الاجتماعية وليس على القضايا الاقتصادية. إذا كان نعني التكنولوجيا فهي ستساعدنا، لدينا إمكانية الوصول إلى البيانات التي ترينا كيف هي الحالة وكيف تتغير مع الزمن. فأما إذا تحدثنا عن هذا الجانب الاجتماعي، علينا أن نأخذ بالاعتبار مشاركة الناس، وأن تكون هناك إمكانية لأن تكون هذه المشاركة شمولية، بحيث يكون التواصل بين الناس
مؤمن بهذه الطريقة، فنحن لا نريد استخدام الوقود المنجمي، نريد أن نخفف من استخدام الكهرباء، وأن أماكن موجود فيها المخدمات تستخدم كهرباء كبيرة أيضا، هذا نأخذه بالاعتبار، أن كل ما نفعله عندما نضيء النور في بيوتنا كل ذلك له تأثير على البيئة، وهذا منذ زمن بعيد. عند تحديد الوضع الحالي يجب أن نفكر كيف نستطيع استخدام البيانات البيئية لتحسين هذه البيئة بشكل واع، ومما يجعلنا نحميه بشكل وبآفاق بعيدة المدى. ما هي البيانات البيئية؟ البيانات البيئية تعتمد على عدة قياسات. هذه القياسات التي من بينها نسبة تلوث الهواء، نسبة تلوث المياه، حالة النباتات فيها. لقد أرانا مايكل شريحة كيف هي هناك تأثير كبير لهذه البيانات البيئية. نحن نجمع هذه البيانات، نحللها، وعلى ضوء ذلك نستطيع اتخاذ قرارات نعرف فيها إلى أي مجال نذهب. هذا ليست لائحة مغلقة، ولكن هناك بعض المقاييس التي يجب أن، إذا قلنا أن التوصيات التي تضعها شبكة بي إن إيه فهي جزء من التوصيات التي كيف يمكننا أن نتبادل هذه البيانات، وكيف تكون مفهومة للناس غير المختصين حتى يستطيعوا أيضا هم الاستفادة منها. إذن البيانات البيئية تشكل جزء من تأسيس عملية جديدة هدفها الرئيسي هو التطور المستدام. ما هو نقطة التماس بين التكنولوجيا والبيئة؟ أنا أدرس ما زلت، وضمن المشروع الذي أحققه وأعمل عليه في جامعتي، ماذا تفعل الشركات الخاصة؟ كيف أن الشركات الخاصة تقوم باختيار النواحي العملية التي يمكن الاستفادة؟ عندي كتاب من تأليف توم ليسون الذي يتعرض إلى هذا الموضوع وعلاقات مختلفة بين البيئة والتكنولوجيا. لذلك نحن نريد بيانات معينة تربط بين هذين الجانبين. هذا موضوع معقد، أي العلاقة بين البيئة والتكنولوجيا، وذات تأثير مزدوج ومترابط. يجب علينا أن نحاول كيف نوازن بين هذين العنصرين، كيف نستفيد من رقمنة هذه الإمكانية. إذا كان السادة يعرفون ماذا يجب فعله، تكون رد فعلهم واستفادتهم من هذه البيانات أفضل، وبأي جهة نسير. من هنا أهمية هذه البيانات، يبينون لنا كيف هي الحالة الراهنة، كيف نستطيع أن نلائمها مع إمكانية تحديث ذلك. أما بالنسبة لإدارة هذه البيانات فهي أمور تتعلق بأمان هذه البيانات، عملية طريقة الوصول إليها، وإمكانية أن تكون دائما ذات
مصداقية ولا يمكن استخدامها لأهداف غير الأهداف التي وضعت من أجلها. إذن هذه الإدارة يجب أن تكون ناجحة وتوفر مصداقية في استخدامها. لذلك إذا جاء أحد من جنوب أفريقيا الذي يتعاون مع وله علاقة باستخدام التكنولوجيا والبيئة، فكيف نجمع هذه المعلومات وكيف نستفيد فيها في السكان المحليين؟ فلذلك ذلك يدعونا لاتخاذ قرارات مصيبة بالنسبة للسكان المحليين. هناك عدة أمثلة كيف للسكان المحليين لديهم وصول إلى هذه المواد ولكن عمليا لا يستفيدون منها. إذن يجب أن نديرها بشكل صحيح بحيث يتم صرفها بشكل عملي في الإقليم. بهذا في هذه الشريحة قدمت لكم عناصر لهذا النموذج الذي تبين أنه ناجح في الأعمال. هناك ثلاثة عناصر تدخل في تركيبه، تركيب هذا النماذج. نرى هذه العوامل التي تعمل وكأنها بمثابة الضغط، فالعوامل مثل التلوث واستخراج الموارد الطبيعية هي من العوامل المؤثرة والضاغطة على الإنسان. ثم الموارد الطبيعية مثل الثروة النباتية وجودة المياه هي العناصر الأخرى الضاغطة، وأيضا العنصر الثالث هو التأثير نفسه، فالتصحر وتدهور البيئة وسوء الرعاية الصحية، الأزمات الاقتصادية. هذه الأبعاد الثلاثة نأخذها في الاعتبار في عملية جمع البيانات الخاصة بالبيئة، وعند جمعها يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهذا في غاية الأهمية في سبيل البحث عن المعلومات وجمعها. هذا العنصر الثالث عنصر التأثير جدا مهم، فيشمل أيضا آثار العمل الإنساني على البيئة. وأشير إلى أن هذا الحوار والمناقشة في التقلب وتغير المستمر، ويتبين في كثير من الأحيان الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالبيانات البيئية هي أنظمة ومنظومات تتمركز حول كيفية ملاءمة التنمية المستدامة والحرص عليها، وهي أنظمة تساعد في الاستفادة الأحسن لاستخدام الطاقة في البيئة واستخدام الطاقة في السيارات، أنظمة التموضع الجغرافي GPS، الأنظمة التي تحاسب المسافة بالسيارة، وأيضا هناك أنظمة تلائم مسار السيارة مع نظام الحفاظ على البيئة، وهذا يساعدنا في التنمية في إسراع عملية التنمية المستدامة. أنا للي آسف على مقاطعتك، هذا كله طبعا شيء مثير تمام، ولكن للأسف يجب أن نمر إلى مواضيع أخرى، فلنتوقف هنا. إن كانت لديك أي ملاحظات أخرى فربما في الختام سوف نعود إليك. إنكم تقومون بعمل ممتاز وأتمنى أن تواصلوا هذا العمل. أما الآن فأرجو أن نعطي الصوت إلى متحاور آخر قبل أن نمر إلى جولة الأسئلة. ديف هو آخر المتحدثين. أنا
أرجو من جميع المتحاورين ألا تزيدوا مداخلاتكم عن 10 دقائق. سوف أشارك الشاشة معكم. هل عرضي التقديمي مرئي على الشاشة؟ نعم، إنه نراه. أنا أمثل شبكة التي يشرف عليها معهد القانون البيئي، شبكة الاقتصاد البيئي والاقتصاد الرقمي والبيئة، ويتم تمويلنا من إنترنت سوسايتي فاونديشن، كما نتلقى موارد مالية من مؤسسة سلون. مهمتنا وبعثتنا تتمثل في تمويل الأبحاث الرامية إلى مدى تأثير الاقتصاد الرقمي، وأيضا نركز على تكنولوجيا بلوك تشين وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي ومنصات التجارة الإلكترونية والمواضيع المقطعية المتعلقة بمساحة الإنترنت. سوف أحكيكم عن من منظور صناع القرار الذين يدرجون سياسات جديدة. أظن أنكم قد لا تعرفون عن استخدام استهلاك الطاقة وتكنولوجيات البيتكوين، وأحيانا هذه الطاقة تعادل ما تستهلكه الدول الكاملة مثل هولندا أو الدنمارك في عام واحد. أولا اهتممنا بمصادر هذه الأرقام والإحصائيات، وهل وجدنا فجوات وفوارق هائلة في منهجية تحصيل هذه البيانات، فقررنا بالتعمق في منهجيات هذه الأبحاث لأنها لا تنحصر فقط على البيانات نفسها إن لم نعرف كيفية معالجتها بطريقة اقتصادية. نماذج توب داون موجودة. هناك أيضا باحثون آخرون يستخدمون منهجيات أخرى في عملهم على دراسة العملات المشفرة وغيرها. لا يوجد ممارسات جيدة قد تم إدراجها في هذا الصدد، ونحن حاولنا صياغة هذه الممارسات الجيدة لكي نبني عليها السياسات المدرجة مستقبلا من صناع القرار. فقررنا إدراج التحليلات الخاصة بسيناريوهات محاكاة الظواهر سعيا إلى إيجاد تلك المنهجيات التي تبين أنها ناجحة. فباختصار، مع تغيير المنهجية نصل إلى نتائج مختلفة تماما. فردا على سؤالكم، أستطيع أن أتلاعب مع الأجوبة والنتائج بمجرد تغيير المنهجية واستخدام مؤشرات غير. فهذه الأبحاث الموثوق بها هي قليلة، هناك مجالات تنعدم فيها البيانات على الإطلاق، وهذا التوجه أيضا جدا مقلق. أما الشيء الإيجابي أن هناك دول الأوروبية وأيضا في أمريكا هناك عدد لا بأس من المدن التي التزمت بمبدأ حيادية الطاقة أو الحيادية الحرارية، ولكن لا يوجد هناك مرصد عام يحلل أحجام الانبعاثات
الغازات التي تتسبب في الاحتباس الحراري، ونحن نتجه حول إفساح المجال لهذه البيانات الموثوقة في مجال الغازات المتسببة في الاحتباس الحراري، لأن الصورة الآن غير مكتملة على الإطلاق. هناك سيناريو آخر، لدينا الوصول إلى البيانات فيه ولكن جزئيا فقط. مثلا على سبيل المثال، هناك بعض الأخبار تصلنا عن وهي مقلقة عن الذكاء الاصطناعي، وأنا توصلت إلى مقالة تتحدث عن إمكانية التخفيض من التأثير السلبي على البيئة الطبيعية، ولكن من جديد الصورة غير مكتملة. وما صدمني أننا نكرس حجما هائلا من الطاقة على التعليم الآلي، ولكن هذه الألغوريتمات ربما لا نستفيد منها بما فيه الكفاية. وبأي طريقة تستطيع الذكاء الاصطناعي أن يكون يستعمل في الصناعات الوقود؟ لذلك هناك أكثر ما اهتمام هو على الاستخراج الأكبر لهذه. لذلك لدينا ما يسمى بأبستريم، أي إذا أردنا صورة واضحة لهذه الحالة فعلينا أن نرى أن عناصر هذه المعادلة التي نتحدث عنها، لكي يصبح أصحاب القرار لديهم قواعد أساسية في هذه المعرفة. وهنا عدة توجيهات. أولا، يجب علينا أن إذا أعطانا أحد بيانات رقمية فيجب أن نكون ناقدين بأي طريقة، بأي منهجية وصلوا إلى هذه النتائج. علينا أن نلاحق هذه المعطيات حتى نصل إلى المصدر، من أجل أن تكون هذه على من النادر أن نقرأ الكتابات الدقيقة، فيجب أن نرى من يمول هذه الأبحاث، من يقف وراء هذه الأعمال. نسأل الخبراء إذا كان لدينا أي شكوك. هذه توجيهات رئيسية. إذا كنتم تمثلون جهات ممولة فيجب أن تكون هذه الاستثمارات واعية تماما. يجب علينا أن نتنقل على السطح، يجب أن ننخرط ببحوث بينية بين عدة مناهج فيها قطاع التعليم، قطاع المشغلين للأجهزة الرقمية. إذن يجب أن تكون متعددة، ويجب أن نجد وسائط مالية تسمح بأن نقوم بمثل هذه الفحوص. وإذا أريكم الآن هذه الشريحة ستجدون أن 5 سنوات مضت كان الوضع مختلف تماما. قيل عندها أن الاقتصاد يجب أن يسير بشكل مزدهر. هذه النتائج لم تكن تعتمد التوقعات على فحوص جيدة. الآن هذا الخطاب سبق حاليا. ما هي حالة المعرفة حول البحوث التي عن التقنيات الرقمية؟ باحثان من إسرائيل سألوا راقبوا 1000 مادة ومقال في مجال إمكانية وصفيا عن بما يسمى peer review، أي كيف تقاسم الغذاء، كيف
تقاسم الأعمال في الحدائق، وتبين أن نوع من هذا المكاتب لها تأثير سلبي وإيجابي. هناك متغيرات كثيرة تدفعنا نحو الجهة السلبية أو الإيجابية، أي لا يمكن الوصول إلى نتائج مبسطة. هذه موقعنا في شبكة الإنترنت، تستطيعون أن تجدوا مصادر استخدمناها، وكل النشرات والإصدارات حول البيتكوين وما ذلك. شكرا أنك في الوقت المخصص لك استطعت أن تتحدث. قبل أن ننتقل إلى الموضوع التالي، هل السادة الموجودين هنا في الصالة في كاتوفيتسا أو الموجودون معنا أونلاين عندهم أي سؤال؟ لا أرى من يود أن يسأل، لا على منصة زوم ولا هنا في الصالة، فإذا سننتقل إلى الجزء التالي من نقاشنا، وبعدها سيكون لدينا وقت أسئلة وأجوبة. لدينا عدد من المتحدثين يريدون أن يتكلموا. معنا جيريمي رولسون الذي يمثل جزء التعامل مع الحكومات الأوروبية في مايكروسوفت، ومن يمثل من نيجيريا، من يمثل الشباب في إطار IGF. شكرا على إعطاء الصوت، وإني تعلمت كثيرا من العروض التقديمية المقدمة من قبل المتحاورين السابقين. سوف أنضبط بالوقت الممنوح لي للكلام. هل شاشتي مرئية؟ هذا الموضوع مهم وملهم بالنسبة لي، لأنني قضيت الكثير من الوقت في بروكسل، وعملت على إدارة البيانات الإدارية ومسألة السياسات الجديدة في الوصول إلى البيانات واستخدام هذه البيانات. وأظن أننا نلاحظ الآن تغيرات جذرية في عملية اتخاذ القرار في شركة مايكروسوفت في السنوات الماضية، وتكرارا عبرنا عن مدى التزامنا نحو تحسين جودة المساحات الرقمية، وما زالت هناك طبعا بعض التحديات العابرة للحدود ويجب حلها سوية عالميا على مستوى العالم وليس الدول المنفردة. ما تعلمناه في منطقة واحدة يمكن تطبيقه في مجالات أخرى. فعندما نتحدث هنا في هذه المناقشات فهذه الفكرة تثبت أكثر وأكثر عندما نتحدث عن صناع القرار في أوروبا أو غيرها من القارات في العالم. تكرارا وأكثر وأكثر تتطلب منا التكنولوجيات الرقمية، الوصول العريض النطاق وسرعة معالجة البيانات، وهذا كله لا يمكن إنجازه بدون مساعدة الخبراء والإحصائيين المجهزين بمجموعات من الكفاءات والمؤهلات الذين يعرفون ما هي الأسئلة التي يجب أن تطرح. أتحدث هنا عن مزودي ومواردي الخدمات و
المختصين في الموضوع. ضمن شركة مايكروسوفت لاحظنا أن عملاءنا من كافة أنحاء العالم أصبحوا أكثر مهتمين في الوصول إلى البيانات المبتكرة، والمقصود بذلك سرعة تبادل البيانات، أيضا البيانات السرية أو المحظورة، وقيمة هذه البيانات لا تستند فقط إلى البيانات نفسها ولكن إلى ما يمكننا التعلم من خلال الحصول عليها. إذن فيما يخص حوكمة البيانات فسبق الحديث عن ذلك، خاصة البيانات السرية. أنا عجبت بما قيل هنا في الماضي، كثيرا ما الناس يسألوننا كيف يمكنني الوصول إلى تلك البيانات بطريقة سرية ويبقى عنواني الاي بي محميا وبدون الإخلال إلى أي قوانين واللوائح، وهي تختلف في مختلف التشريعات والأنظمة القانونية. الخبر السار هو أننا نعمل كثير في هذا الصدد، وهناك نشهد ظهورا للتكنولوجيات الجديدة تحد من هذه المخاطر السابقة الذكر. ولذلك وقبل سنوات قليلة رأينا هذه الخطورة المتعلقة بظهور الفجوة أو الهوة في الوصول إلى البيانات، حيث أن لبعض الشركات هناك امتيازات في الوصول إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم المؤتمت، ولبعض الشركات الأخرى أو لبقية الشركات الأخرى لا يوجد هذه الامتيازات. فهناك حاجة للتقاسم البيانات ومعالجة وإعادة استخدام هذه البيانات. لذلك قبل عامين أطلقت مايكروسوفت حملة Open Data Campaign، هي لا يقصد بها البيانات المفتوحة على أنها من القطاع العام، ولكن المقصود بذلك أن تتاح للمؤسسات والأفراد سهولة الوصول إلى التعاون الأوثق فيما يخص تبادل البيانات. هناك الكثيرون من يتحدثون عن ضمان حماية البيانات والثقة المتبادلة، ونحن أيضا من مواردي هذه التكنولوجيا التي قد تفيد صناع القرار كثيرا ومن يدرجون سياسات جديدة، ونحن ملتزمون بالعمل في سبيل إتاحة البيانات، ونريد تقديم مثلا جيدا. هذه الحملة سوف نواصلها في العام القادم، لا ننسى أننا نتحدث عن العمليات المتطلبة لقدرات محاسبية وألغوريتمية ضخمة، ودائما وأثناء أعمالنا نعود إلى المبادئ الأساسية التي سبق ذكرها. إذن نحاول من بين أمور أخرى إتاحة مختلف البيانات المتعلقة بالتلوث الهواء والمدن، هي مثلا هي مهتمة في جمع والتحليل الفعال للبيانات البيئية، ونحن أيضا أطلقنا هذا المشروع لمعالجة هذه البيانات الجوية والبيئية من أجل تتبع عواقب جائحة كورونا في
وسط العمراني أو الحضري، ومن أجل الوصول إلى الاستنتاجات حول العواقب الناتجة عن جائحة كوفيد-19. كما تعاوننا مع مؤسسة لينوكس وذلك في مجال مشروع مناخي يعول على البيانات المفتوحة للمستثمرين لتمكينهم باتخاذ قرارات واعية، ولدينا بيانات يمكن استخدامها، ونريد أيضا أن تكون هناك معرفة كافية لدى هؤلاء المستخدمين تمكنهم من خير الاستفادة منها. فيجب أن نتعاون مع الشركاء التكنولوجيين والخبراء في مجال البيانات. حملتنا أظهرت أن حجم البيانات ليس هو المقصود، لأنه تم جمع حجم كبير من البيانات التي يجب إعادة النظر في كيفية استخدامها والتعلم كيفية الاستفادة منها. فأطلقنا نحن هذا المشروع الوارد في الشاشة، كمبيوتر الكمبيوتر الحاسوب الكوكبي الخاص بشركة مايكروسوفت، والمقصود بذلك التنوع البيئي. فركبنا معا أحجام كبيرة وكميات من البيانات الخاصة بالتنمية المستدامة والأمور البيئية، وأتحنا هذه البيانات لمختلف الأطراف، وتخص هذه البيانات مدى تأثيرات التغيرات المناخية، الكثافة السكانية وجودة الجو وكثافة الغابات، ونقارن بين هذه البيانات مما يسمح لصناع القرار اتخاذ قرارات ناضجة، ونتعاون في هذا الصدد مع مختلف الأطراف والكيانات. وهذا هو هذا النهج المتنوع، الأطراف يسمح لنا بالوصول إلى الاستنتاجات في مختلف أنحاء العالم. المهم بالنسبة لنا في هذا الصدد أننا نراها ونعتبرها تحديات عابرة للحدود، لا يخص مجتمعا واحدا فقط ولكن الجميع. لدينا أن نضع لأنفسنا أهدافا على المستوى الوطن والإقليم والعالم، وإذا استطعنا في الوصول إلى البيانات الملائمة وأفسحنا الوصول إليها للناس، فهذا سيسهل علينا عملية الوصول إلى الاستنتاجات المناسبة. يجب إعادة استخدام بعض البيانات بطريقة آمنة وطبعا للنماذج الآمنة. هذا الشيء مهم خاصة في منظور المناخ المتغير، لأن الأمر لا يخص فقط دولة واحدة ولكن كوكبنا برمته، والتعاون هو ما نحتاج إليه، النهج المتعدد الأطراف هذا ما نحتاج إليه. أحيانا لا نستطيع حل مشكلة لأننا لا نفهمها، ومن أجل فهمها يجب أن نقيس بعض الظواهر، ولقياسها نحتاج إلى البيانات، ونستطيع إنجاز ذلك فقط في حالة التعاون المشترك. لذلك سوف نواصل عملية إتاحة هذه البيانات بالصيغة المفتوحة والعلنية لتمكين الأطراف الأخرى للاستفادة منها. سوف نواصل هذه الأبحاث في خدمة ليس فقط عملائنا، ولكن أيضا
نقدمها لعامة الناس ولأكثر من دولة على الصعيد الدولي. وأخيرا المسألة التي تخص ما سبق ذكره اليوم، كل ذلك سينجح فقط بشريطة أن نتعاون ونعمل سوية على المستوى الأوروبي وغيره، خاصة ما بعد التغلب على الجائحة. يجب إطلاق تلك المبادرات التي سوف تساعدنا في تجنب الأزمات الشبيهة مستقبلا، وإلا فنفشل. ويجب التعاون فيما بين المجالات والقطاعات، وهذا يتطلب الوصول المفتوح والواسع لمختلف الأدوات والكفاءات. فهو تحدي عابر للمجتمعات وشامل. أصحاب المصلحة يجب أن يعملوا معا. شركة مايكروسوفت وحدها لا يتسنى لها الوصول إلى كل هذه الأدوات وحدها. إذن الكثير من ما قلت قد حدث، وأنا معجب ببعض الأنشطة التي تم تحقيقها وإدراجها، ومن المهم إتاحة هذه الأدوات والوصول إلى أولى الأشخاص الذين لديهم مؤهلات في غير معالجتها. لا مفر من ذلك، هناك تحديات مشتركة علينا حلها، خاصة في عصر الجائحة نرى مدى أهمية التعاون العابر للحدود. وشكرا على تحت أمرك. شكرا جزيلا لك يا ريمي. رينا كروك أيضا قالت أن التعاون المشترك على المجال المحلي والإقليمي هي مهمة، وأنت تحدثت عن ذلك. قبل أن نذهب إلى جودنيس وهي آخر المتحدثات، هل نستطيع أن نزيد هذه الجلسة عدة دقائق بسبب المشاكل التي تعرضنا لها التقنية؟ تفضلي صلي الميكروفون والميكروفون كما ترغبين. If you're speaking, we can't hear you and you're not unmuted. هل ربما أن الميكروفون عندك مغلق لأننا لا نسمع أي كلمة مما تقولين؟ I'm just gonna try writing. Here we go. Hi, goodness. Can you hear me? Yes, we hear you, and we hear your son or daughter as well. That's perfect. Thank you for joining. نسمعك أو نسمع طفلك أو طفلتك أيضا. نشكرك أنك معنا. للأسف لا أستطيع أن أوصل الكاميرا. لا تهتمي بالأمر. تفضلي. شكرا. الرجاء أن تظهروا الشرائح التي أرسلتها لكم. سأبدأ ببعض كلمات من التاريخ. أنا من نيجيريا، وعدة أيام ذهبت إلى نيجيريا إلى نيروبي عفوا. كان عندي ورشة عمل كانت تخص التقنيات الرقمية، وذهبت إلى مركز التجارة لشراء بعض الأشياء. اشتريت ما أردته، وعندما خرجت مع هذه الأشياء لم يكن هناك أي شيء أضع فيها أي كيس أضع فيه هذه الأشياء. تبين
أن في كينيا كان هناك قرار أن يتم إلغاء كل الحقائب البلاستيكية التي كانت تسيء للبيئة، وأن الناس يستخدمون حقائب متعددة الاستعمال. إذا كان لدينا أن ندفع ثمنها فنفكر في ذلك ونأخذ هذه الحقيبة سواء كنا نريد الاستخدام إليها أم لا. فكرت في الموضوع ولاحظت أنه ممكن أن ننظر إلى هذا الموضوع من جهة ثانية، وأن البيئة هي مهمة جدا وهذا مرتبط بمشاكل عديدة. بدأت أفكر ماذا نستطيع أن نفعل نحن من أجل أن يصبح حال البيئة أفضل، وأستطيع أن كل واحد منا مهما أينما عشنا يستطيع فعل شيء من أجل ذلك. لذلك تحدثت عن هذه القصة القصيرة التي ذكرتها لكي أريكم أن كل واحد منا يستطيع فعل ذلك. أنتظر طيلة الوقت هذه الشرائح، عديد من أصدقائي سعيدون وسعداء بأن في أفريقيا يتم النظر بهذه الصورة الإيجابية للبيئة والمحاولة التأثير الإيجابي عليها. للأسف ليس لدينا شرائح، لا ندري ما السبب. إذن إحدى معارفي سمينة قالت لي أنها تقدر هذه الأفعال التي نقوم بها من خلال هذه الورشة حول التطور المستدام. كانت هذه ورشة للشباب الذين نظموا أنفسهم أنهم ماذا يستطيعون فعله من أجل إنجاز هذه الأهداف. كان بالنسبة لهم أن الشباب لديهم الكثير من الطاقة والتأثير وعليهم أن يكونوا مشاركين ويضغطون على أصحاب القرار من أجل اتخاذ قرارات مفيدة ومساعدة للبيئة. لذلك هناك أيضا عدة مجموعات من الشباب تعمل وهم يريدون التغيير، ولا نستطيع التفكير عليهم فقط بأنهم مطالبين وأنهم يريدون فقط منا أشياء. يجب أن نتذكر أنه غالبا ما ينظمون أنفسهم ويشاركون في ورشات وبرامج ومشاريع من أجل تفيد البيئة وغيرها. بهذا الشكل في نيجيريا أيضا يحدث شيء شبيه. هناك مجموعات عديدة من الشباب، إحداها هي يعملون من أجل البيئة. علينا أن نتفهم أن المناخ يتغير وهذه تغيرات واقعية حقيقية نلمسها كل يوم، وأن الشباب في أوساطهم يستطيعون فعل الكثير. أعتذر عن خلفية الأصوات التي أعيد الكلام أن التطور المستدام هو ظاهرة مرغوبة من قبل الجميع، ولكن حتى نصل إليها ونحلم بوجودها يجب أن نتخذ قراراً بالانخراط في هذا الموضوع، وهذا الانخراط بالعملية. ومثل هذا اللقاء الذي يحصل في كاتوفيتسا ممكن أن يكون منصة نستطيع فيها الحديث عما يدور، ونستطيع نحن كأشخاص من عدة دول ماذا نستطيع أن نفعل، وأننا كيف نحارب لتصحيح البيئة. نقدر أن مستوى الوعي يرتفع في العالم حول ضرورة ذلك، أنه كثير هناك من الجفاف في بلدنا أو في نقاط نلاحظ هناك فيضانات في دول أخرى. إذا كل هذه الظواهر التي تحصل يجب أن نعي أن ما
يحصل في ذلك والبيانات التي تتعلق بهذه الظواهر. ربما أحيانا ليس لدينا وصول إلى هذه البيانات، يجب أن نسعى للحصول على مثل هذه البيانات لأننا سوف عندها يكون رد فعلنا مناسب أكثر. شكرا على التزامكم في انضباط بالعمل والانخراط في هذا العمل، وأنكم تسعون إلى جمع الشباب والمشاركة. أعتقد أننا نستطيع الآن أن نبدأ هذه العملية ونحن في بداية الطريق، ولكن فلنتذكر أننا جميعا تحت تأثير التقنيات الحديثة، ويجب علينا سماع صوت الشباب. Did we lose you? Yeah, so that will be all for me from my end. I don't know if you have any question, but just before I let me out, Nasma, okay. Also mentioned about the SDGs playbook which we created, and أنا أعرف أن قبل ذلك المتحاورين السابقين ذكروا أيضا أهداف التنمية المستدامة، وعندما نتحدث عن الأهداف الفردية المحددة منها، فالهدف 11 هو في غاية الأهمية. وفي هذا السياق الحلول السهلة مثلا تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية والمرور إلى استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام، هي تساعدنا في تنمية الاقتصاد الأخضر. أنا آسفة أنني لم أستطع مشاركة الشرائح معكم. شكرا يا ناس، نحن فهمنا بأن لا يمكنك إيقاف حياتك اليومية، لذلك أرجو لا تقلقي أننا لم نرى صورتك. الوقت أصبح ضيقا. أنا شاكر جدا للسماح لتمديد هذه الجلسة. في الختام أود أن أعود إلى متحاوريننا لنراهم على الشاشة. يبدو لي أن هناك سؤال واحد في خانة الشات، وربما للسادة المتحاورين أسئلة أو استفسارات، أو هناك شيء لا توافقون عليه، فهل هناك من تعليق؟ Then I will open the floor for questions. Just does anybody have? We gotta go. No worries. Okay. طيب لا توجد هناك تعليقات إضافية، وأرى أن هناك من يجب أن يغادر. فبسرعة أقول أنني أشكر المتحاورين المشاركين في النقاش، لوليان وتيرسا وجويس، على المشاركة في عمل الإشراف على هذه الجلسة. شكرا للمترجمين وفريق IGF والفريق الفني والباكي اف. أشكرك على تدوين كل هذه النصوص التي تم التعبير عنها خطيا. هذا شيء رائع، أشكر جزيلا وكثيرا، وشكرا أنكم كنتم معنا.